احنا ملتزمين في بيوتنا صوت اطلاق نار كثيف، تعزيزات عسكرية على المدينة وعلى المخيم. بلحظات سمعنا انه في عدة اصابات، من ضمن الاصابات اللي هو ابن نرافت اللي استشهد الله يرحمه. قمنا بدورنا احنا، نزلنا على المستشفى نتأكد من صحة الخبر، ما لقيناهوش في مستشفى جنين، ونزلنا على ابن سينا نفس الموضوع، ما لقيناهوش في مستشفى ابن سينا، لانه كان الشاب متصاوب هو عدد من الافراد في منطقة المخيم، مدخل الكوسات المخيم، وعدم قدرة الطواقم الطبية للوصول للإصابة لإخراجه للمستشفيات ومعالجة الطبية. أثر ذلك يعني قعد بجوز حوالي ساعة ونص وينزف، لحين ما تم إخلاء الجيش الإسرائيلي للمنطقة، قام الإسعاف بنقله للمستشفى، بس كان واصل يعني منتهي، فأعلنوا عن الاستشهاد. رافت أكبر ولد عند أخوي، عمره 15 سنة، وكان في المدرسة، بس أخوي عمل عملية له في القلب ومقدرش يعني يشتغل، فكان هو أكبر ولد عنده، وهو كان بداية العالي له في البيت، لأنه هو أكبر واحد عنده وبأخوته. له يومين ونزل على بسطة عند شاب يشتغل على بسطة مشاوي، مشان يساعد أهله ويساعد أمه وأبوه وأخوته في الحياة قاسية، تعرف كيف الأوضاع صعبة عنا. الحمد لله كان مروح من شغله، يعني إنسان أعزل لا يمتلك سلاح وما هاجمش لا جيش ولا إشي، تفاجأ في قوات الخاصة قوات اليمام، تفاجأ فيهم نطوا من السيارة قدامه وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي على المتواجدين في الشارع، مما أدى إلى إصابته وإصابة ابن جيرانهم وإصابة أكثر من 12 حالة في نفس الدقيقة اللي كانوا متواجدين فيها بالشارع، كلهم أطفال. رافت عند الولد الكبير، ويعني أنا كنت مليش بالدنيا إلا هم أولادي وجوزي، وجوزي كان مريض وقال لي ابني بدي أنزل أشتغل يمه، صلوا يومين بيشتغل على بسطة مشاوي. رحنا رن علي قال لي يما بدي اتحمم، دروا عند ستي، قلت له لا روح هيني لاحقا. رحنا ما لحقناش نوصل، بعده بغير باوعيه، حتى قال لي يما تعبان بديش اتحمم، بدي البس بدي اجي معك، قلت له يلا هيني بستنى. لبس اوعيه وصلى المغرب، حتى سجاده الصلاه بقت بعدها مفروشه، صلى المغرب وطلع من الباب وانا طلعت من الباب. انا ما ركبت السياره وبستنى برأفة تيجي، تفاجأت بقوات الخاصه عند كوست المخيم. أجوا أولادي يبقوا معي بالسيارة، كل واحد راح بمنطقة، بنتي أخذوها شباب صغيرة على المستشفى حكوا إنها متصاوبة، وابني عامر أخذوه وضربوه عشان بقى يصيح يحكي قوات خاصة، ورأفته وفايت من الزكة يتفاجأ بيهم وطخوه يعني هيك من دون لا سبب ولا إشي، ولا عامل ولا حاكي ولا إشي. والحمد لله إن شاء الله الله بيصبرنا عفراكو، الحمد لله. وأنا الحمد لله مهدي للوطن وللشباب، وفدا الوطن وفدا العالم كله وفدا كل فلسطين الحمد لله، واللي من ربنا يا محلى. كل ما يطلع الجيش ولا يروح يجي بكل يوم ما تطلعش تروحش، كل بدي أطلع كل يوم بكلي والله لا تندمي والله لا تندمي، قد ما بقيت أظن صيح عليه ونادي عليه يا رافت تطلعش تطلعش يا رافت. قبل بيومين عجب قلت له يما خلص وما تروحش ولا تيجي، طلع انا ماليش حدا بالدنيا، قعدت معاه وبقول له طلع انا ماليش حدا يا رافت، كيش تشتغل انت يعني بتقبل حالك؟ قال لي يما والله بدور على شغل والله بدور على شغل. ملوش يومين بيشتغل، يوم يشتغل اول يوم وتاني يوم، وطالع حتى ناولني 90 شيكل بكل ضبين هذول، بدي احوش انقض اخته بدها تتجوز، هاي الكلمه اللي قال لي اياها، قال لي بدي انقض اختي الحمد لله. وعليه بكى دين لاخوي، ما اخذ من اخوي، قال لي دحوش لخالي وانقت اختي.